معانا صدقيني. نادية. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا نادية؟ ازاي حضرتك؟ عاملة ايه يا كل أستاذة؟ سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، وحضرتك بصحة وبخير ومنورة التلفزيون ان شاء والكون الله كله. يخليك والله يا رب، يسعدك ويخليك يا رب. أموري. ممكن أستأذن حضرتك أكلم الشيخ على طبعا فيلم يا فندم، تقولي لي اهلا يعني وسهلا. ايه؟ أروح طبعا لمين معلش؟ اتغير ايه؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. الحلم الاولاني دايما احس ان يجي لي في الحلم دايما ان جوزي بيراقبني من ورا سور، اكون انا بروح دايما الشغل كل يوم الصبح عادي، فبحس بقى في الحلم ان انا رايحه الشغل، رايحه مثلا ازور ابويا التعبان او ازور اخويا لاي ظروف، الاقي في كل حلم اتكرر اكتر من 4 5 مرات ان بيراقبني واقف بين السور ولابس غطره كده على راسه، ولما يشوفني ان انا بلمحه قال ببص كده الاقيه قال لي استخبى. بعدي اضيب قطر او الشريط بتاع القطر ابص الاقيه برضه يجري يجري ويلاحقني وهكذا. تمام. ده بالنسبه للحلم الاول، ما اعرفش ايه الحلم ده. طيب حلم تاني هو طيب بقاله تقريبا اسبوعين بعيد عنك تعبان مريض، فوديناه مستشفى بدون ذكر اسماء وكده وجبناه وقعدناه، فبصحيه بقى عشان اديله الدواء، بديله الابره انا نفسي اللي بعالج. فقال لي ليه صحتيني؟ انا كنت دلوقتي قاعد مع امي واخويا وجوز اختي، وهم دول بعيد عنك متوفيين، نعم، فانا قلقانه من الحلم ده. خيرا ان شاء الله رب العالمين. اولا اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم الحب بينكم انتوا الاثنين. حضرتك بتحب زوجك ايه جدا، ليه؟ يديم الحب يديم بينكم. الحب بينكم. لا بس ده انا حاسه في قلق، بحس كده يعني في نظره غريبه، بدل هو بيستخبى ورا صوره ما انا عايز اقول صوره لحضرتك كاني حاجه، في صوره ربنا القطر ده يديم. اللي انا بعديه، في قطر انا كاني بعديه. لا انا بقول ربنا يديم الحب، يبقى بينكم حب ويبقى بينكم مودة. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، حضرتك بتغيري عليه؟ الايه؟ حضرتك بتغيري عليه غيرة شديدة؟ لا لا، اصل انا عندي 9 اولاد، يعني من يعني غير على ايه بعد ربنا التسع يخليهم اولاد لك يا رب. يعني حضرتك ما ليه بتغيريش على افرحهم زوجك غير وانا خالص؟ غير عادي؟ يعني دي ود بينا، ما فيش نوع من الغيره، في نوع من الاحترام من الثقه من الحاجات دي، بس انا بستغرب للحلم عشان طيب كده. حضرتك انا هقول لك السؤال بشكل تاني، حضرتك اتفضل. الزوج بيعمل بعض الامور التي لا ترضيكي، فده بيخليكي حادة الطبع معاه؟ لا هو في بعض امور فعلا، بس انا مش حابه، ما اقدرش طبعا. حضرتك عارف ان مفيش ست تقدر على اي راجل ايا كان الراجل ده، لا والله يا فندم، في يعني ستات اسلوبه اي كتير راجل بتقدر يعني على يعمل الكلام. حاجه لازم يعملها، خروج بدون اذن، تصرف غريب، طيب فلوس ياخدها ويديها لاي طيب يا حد من فندم، على قرايبه، العموم فانا حاجات زي كده والله مراقبة عندي الزوج، يعني هذه الانواع، طيب فمش لكن مراقبة شكات ان الزوج انا ما بقلقش دائما. على اي حاجه، انا بس تمام قلقانه الحاجات دي خساره لما تكون لبيته افضل ما تكون لحد تاني. تمام طب اتفضلي حضرتك وتابعيني، انا هرد على حضرتك. مراقبة الزوج دائما لزوجته في المنام بيبقى نوع من الخوف عليها حريص يعني على وحريص عليها، اما احساسها بالضيق الدائم ان هو دايما، لان ده بتقول لك انا متضايقه منه ان هو دايما بيراقبني، فان ده لان في بعض الامور احيانا كتير ممكن تصدر من الزوج، هي عايزه تحط ما شاء الله بتقول لك معايا 9 من الاولاد، فهو ممكن يكون مثلا ايه بيشط او بيحصل منه مواقف أو بينفق بتضايق. على حد من أهله أو تمام بينفق على حد الحاجات دي، كده، فهي بتتضايق دي في موقف بتضايقها زي، طبعا. فنسال الله سبحانه وتعالى، انا بقول لها يديم الحب والموده، فقالت لي حب وموده ايه ده، احنا معانا 9. لا ماشي، بالعكس، والحلم التاني؟ ده الزياده في الاطفال بتزيد الحب بين الزوجين. طبعا. وجوده في مع حد من اهله في المنام وهو جالس معاهم، ده شيء من الحب الزائد اللي لازم يكون بينها وبينه، لانه بيميل للناس اللي ماتوا والناس اللي كان فيهم حنان وفيهم حب، ويمكن هي ردت بده لما قالت ان يعني ما فيش بيننا الود اللي موجود بين الاثنين، تمام، بين الزوجين. فدلوقتي مطلوب منها انها تزيد من هذا الود، لكن وجوده مع امه واخته وجوز اخته اللي هم المتوفين لا تعني قربه من الموت او ان هي تبقى حزينه ان هو ممكن يفارق، طيب واكبر دليل انها بتحبه ان هي خايفه ان هو يفارقها. ان شاء الله. لا ان ربنا شاء الله يديله ربنا طول يديله العمر يا الصحه رب، ويشفيه ويعافيه. يا